في لبنان تجمع عدد من المحتجين وسط العاصمة بيروت احتجاجا على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأغلق بعض المتظاهرين الطرق ورددوا هتافات منددة بالأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الخدمات وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع الدين العام وحالة الانغلاق السياسي مع مرور أشهر لتعطل تشكيل حكومة لبنانية جديدة. إلى ذلك قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمة العامة الرئيسية في لبنان. وتعهد ماكرون في تصريحات صحفية بالدفاع عما سماها خارطة الطريق اقترحها في سبتمبر أيلول الماضي وبممارسة أقصى ضغط على الأطراف السياسية اللبنانية لمعالجة الفساد وتطبيق الإصلاحات اللازمة. تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، كيف يبدو الشارع هذا الصباح؟ هل من برنامج تحرك مدني وما الذي يترافق معه سياسيا؟ أمال، كما هو في الليل قطع لي الطرقات، معظم الطرقات في العاصمة بيروت وأيضا في المناطق اللبنانية، كذلك في ساعات النهار تحركات عدة اليوم تزامنا مع استمرار الأزمات في لبنان، أزمة المحروقات تضاف إليها اليوم أزمة الطحين وأزمة الدواء. هناك عدة تحركات، إن كان أمام وزارة الصحة، إن كان لي أيضا الصيادلة من خلال إقفال جزئي اليوم وغدا، وهو ما يعتبرونه إضرابا تحذيريا بعدما كانت الصيدليات أعلنت في وقت سابق الأسبوع المقبل عن اتجاهها للإقفال التام. يأتي هذا مع عدم تسلمها لكميات كافية من الأدوية وانقطاع أدوية أخرى، إضافة أيضا إلى الحال التي وصلت إليها بعض الصيدليات من خلال الإقفال التام. أكثر من 600 صيدلية على طول المساحة اللبنانية أقفلت نهائيا أبوابها بعدما باتت غير قادرة على توفير وتأمين الدواء للمرضى. أيضا كما تشاهدون الآن طوابير السيارات التي تنتظر منذ أكثر من ساعتين، منذ السادسة من صباح اليوم، وهذا ما نشهده كل يوم منذ أسبوع تقريبا بانتظار حصولها على بعض المحروقات. تم وضع سقف لكل سيارة لحصولها على بعض الوقود في ظل أيضا أزمة محروقات وأزمة كهرباء. حتى هذه الساعة ليس هناك من حلول واضحة تقوم بها الحكومة المستقيلة، وليس هناك بطبيعة الحال من حكومة جديدة. وبحسب المعطيات فإن الاتصالات فشلت في التوصل إلى توافق بين فريق رئيس الجمهورية وفريق الرئيس المكلف سعد الحريري للتوصل إلى نقاط مشتركة من أجل تأليف الحكومة. إذن يستمر الوضع بالتفاقم من دون الوصول إلى أي حلول حتى هذه الساعة، بالتزامن مع رفع غير معلن للدعم الذي كان يؤمنه المصرف المركزي لعدد من القطاعات هنا في لبنان. أمال، شكرا لك جويس الحاج خوري مراسلتنا من بيروت.